السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم متابعين هذا الفيديو الأعزاء. في هذا الفيديو راح نتكلم عن أو راح نحل مجموعة من الأسئلة، وهي عبارة عن 38 سؤال متعلقة بمادة الدي بي ام اس، وراح نقسم الأسئلة إلى خمس مجموعات، إلى مجموعات يعني كل خمس أسئلة في مجموعة أو في فيديو. وخلونا نبدأ ونحل سؤال إلى ما ننتهي من مجموعة الأسئلة هذه. السؤال الأول يقولنا يعني write a query in SQL display the first name, last name and salary for this employee who earn more اللي هو than 9000. خلونا نروح لل SQL Server Management Studio. هنا أول شيء خلونا نسوي select star from employee from employee employee في عندنا غلط في المصطلح employee emp أيوة نسوي select. عطانا الحين البيانات اللي هي موجودة في جدول الامبلوي. الحين ايش مطلوب منا بالضبط؟ مطلوب منا ان نطلع الفيرست نيم واللاست نيم. خلونا اول شيء نروح ناخذ حبة حبة select اللي هو first name last name بالإضافة إلى salary for those employee from employee. الحين طلب منا أنه يكون أكثر عن 9000. هنا نكتب where salary greater than 9000 وبكذي نتأكد من الحل. عطانا اللي هنا أربع عناصر أو أربع قيم اللي هو salary الخاص فيهم أكبر من 9000. ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول write a query in SQL to display the first name and last name, department number and salary for those employee who earn more than 8000 and department number is 50. نروح لل SQL Server Management Studio، نرجع نسوي select. هنا في الديبارتمنت ID اللي هو نفس الديبارتمنت نمبر، ما عندنا شيء بقيمة اللي هو ال 50. نروح نجرب نخلي أي شيء، نحط أي واحد قيمته يكون 50. هنا ما في، وهذا السبب لأنه أساسا أنا في الديبارتمنت ما عندي شيء برقم 50 مثلا. نخلي هنا الديبارتمنت مثلا اللي هو نخليه 50. نفس الحالة ديبارتمنت مرتبط بشيء آخر، خلونا نتأكد أو رح ننشئ ديبارتمنت آخر جديد. هذا نخليه 5 مثل ما هو. هنا ننشئ ديبارتمنت جديد نسميه 50. هنا نسميه مثلا security. نروح على المانجر اي دي ومن ثم نروح على اللوكيشن. كذا انشأنا اللي هو الديبارتمنت اي دي اللي هو رقم 50. الحين نروح
ناخذ هذا خلاص ثبتنا على الفيفتي. فالحين نبدا نحل. ايش المطلوب منا نسوي؟ اللي هو select first name and last name. اول شيء خلونا نسوي نجرب بس from employee. هنا نكتب الحين first name last name بالإضافة إلى الديبارتمنت ديبارتمنت نمبر بالإضافة إلى السالري for all employee يعني في للإمبلوي كامل. الحين where نستخدم where those employee who earn more than 8000 where salary greater than 8000 هذا اللي هو عبارة عن more than 8000 and department ID اللي هو department number equal 50 اللي هو طلب منا ان department number يكون 50. فالحين خلونا نجرب ونشرح بعض الاشياء اللي ممكن انها تكون ما مفهومة. ما اعطانا ولا قيمة. خلونا نتأكد اول شيء نشوف اللي هو السالري الخاص فيهم. احنا اساسا ما عندنا على اساس وين على اساس انه ما عندنا ديبارتمنت اي دي ايكوال 50 اللي هو السالري الجريتر ذان ال 8000. خلونا نضيف بس قيمة نروح للامبلوي احنا نخلي 50 وبكذا نجرب الحين مره ثانيه. كذا اعطاني اسم واحد لل يعني للبيانات اللي هي طلبت اللي هو فول نيم اللاست نيم الديبارتمنت اي دي السالري وير او الوير هي اداه شرط اذا كان السالري اكثر من 8000 بالاضافه الى الديبارتمنت اي دي ايكوال 50. هذا الشيء اللي سويناه الفيرست نيم واللاست نيم. الفيرست نيم واللاست نيم واللاست نيم خليناهم في كولوم واحد مثل ما ظهر هنا عندنا. هذا اللي هو في النص اللي سويناه هو عباره عن سبيس سترينج وبينهم الزائد. يعني لما نريد نضيف اكثر من حاجه نسوي القيمه نحط الزائد هذه انه احنا نريد نضيف حاجه. هذا السبيس الحين اللي سويناه كسترينج بالاضافه سوينا زائد سوينا اللاست نيم. الاس اللي هو الفول نيم الاس معناته احنا يعني كاني انا امر ان اخلي هذه المجموعه كامل تظهر لي باسم اللي هو الفول نيم اللي ظهر هنا عندي في اللي هو في القمه او ككولوم. يعني الحين حل اللي هو السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول write a query in SQL to display the first name and last name and department number for all employee whose last name is MC E1. اوكي على كل حال راح اخذ هذا الاسم لانه اساسا ما كان مضيوف عندي في الجدول. نروح على اللي هو الامبلوي نخلي هذا على اي لاست نيم موجود نسوي انتر كذا حفظنا. الحين نجي نكتب select first name هنا بينهم and select first name and last name
بالإضافة إلى department number. أبغى بس خلوني أسوي from employee على أساس إنه يطلع لي. department ID. أتوقع كذا خلاص. from employee whose، بما أن في whose معناته نستخدم where، لأن whose عبارة عن أداة شرط. هنا whose اللي هو ال last name equal ايش؟ equal MC EWEN. كذا نشيك على الجواب، ما ظهر لنا شيء، خلونا نتأكد. لحظة. as full name. لربما في او لربما كاتب الاسم بطريقة غلط، اتأكد. اوكي. الحين نجرب مرة ثانية وبتظهر عندنا النتيجة. خلاص ظهر عندنا هذا الفول نيم، هذا الاسم اللي ظهر اللي هو اللاست نيم، موجود فيه الاسم اللي هو الام سي ام دبليو اي ان، والديبارتمنت اي دي اللي هو 4. الحين نجي على السؤال الرابع. السؤال الرابع يقول write a query in SQL to display all the information for all employees without any department number. ايش معنات هذا الشيء؟ يعني هذا الشيء انه احنا نريد نطلع كل معلومات الاشخاص او كل الحقول اول شيء، مع كل بيانات الاشخاص، ولكن نريد المعلومات الاشخاص اللي هم غير مرتبطين باي department. خلونا نشوف طريقة الحل. هنا الحين احنا عندنا select star from employee، هذه المعلومات اللي ممكن انها تعطينا كل بيانات الاشخاص او كل الحقول اول شيء. اثنين، كل بيانات الاشخاص. هنا نضيف حاجة هي اداة الشرط where اللي هو department number. هنا في يعني في طريقتين. اول شيء الطريقة الاولى انا ما عرفت كيف اني اوضحها او اجيبها يعني او كيف بشرحها، لكن انا بشرح بالطريقتين. مثلا الحين where department ID اللي هي equal zero. كيف انا هنا سويت department ID equal zero؟ انا هنا في department عندي، لو نجي نشوف department، في department هنا عندي zero اساسا ما مرتبط باي department name، بدون manager، بدون ID. فلذلك انا سويت department ID zero. لما استخرج يطلع لي بيانات اللي هو الشخص اللي هو الغير مرتبط باي ديبارتمنت. بس في طريقه ثانيه، هنا يعتمد بناء على السؤال. يعني مثلا هنا وير ديبارتمنت اي دي ممكن نكتب اللي هي مثلا از نل، نفس الحاله يعطينا جواب. يعني اذا كان الحقل فارغ يعني مثلا، فهنا الحين اللي انا مسوي لنا او اللي في الجدول الحقل ما نل، يعني بس مسوي له يعني محاط او مخلي قيمه في الديبارتمنت اللي هي القيمه 0 او الاي دي 0. هذا بمعنى انه غير مرتبط باي نوع من الديبارتمنت. فهذا طريقه او هذا حل اللي هو جواب السؤال او السؤال الرابع. هي طريقتين وبناء او يعتمد هذا الشيء على السؤال. نروح الحين حل اللي هو السؤال الخامس. السؤال الخامس write a query in SQL to display all the information about the department marketing. خلونا نتأكد أول شيء من السؤال أو من الجداول اللي موجودة عندنا. خلونا نروح على department نتأكد هل في عندنا department اسمه marketing أصلا؟ ما في هنا عندنا department باسم marketing. بنضيف department باسم marketing الحين. نروح على department ناخذ الماركتينج. ونخليه بدل هذا.
الحين عرفنا ان اللي هو الاي دي ديبارتمنت اي دي واحد هو يعتبر اللي هو الماركتينج. فالحين نرجع للسؤال نتاكد رايت اكويري ان اس كيو ال ديسبلاي اول انفورميشن اباوت ديبارتمنت اللي هو ماركتينج. معناته نروح نبحث على اللي هو ديبارتمنت ماركتينج. نجي هنا نكتب select star from اللي هو اسم اللي هو تيبل ديبارتمنت. أداة شرط نستخدم where اللي هو بيكون الدبت او ديبارتمنت نيم equal marketing. خلونا نبحث. اعطانا all information about اللي هو الديبارتمنت اللي هو يعني بالديبارتمنت نيم equal marketing. الاي دي واحد, المانجر اي دي هذا الرقم, واللوكيشن اي دي هذا الرقم. كذي حلينا اللي هو السؤال الخامس, وبكذي نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر للاسئلة من 6 الى 10.